ست مقاتلة بايركتار ترعب اليونان. مفاجأة هزت أثينا لأول مرة بايركتار في يد قيادة القوات البحرية التركية. في حدث أثار إزعاج وسائل الإعلام اليونانية، سلمت شركة بايكار ست مقاتلات مسيرة من طراز بايركتار تي بي 2 إلى قيادة خفر السواحل التركية في حدث يتم إدراجه لأول مرة في أجندة صناعات الدفاع التركية. وبخصوص الموضوع، قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية الأستاذ الدكتور إسماعيل ديمير: نواصل تجهيز قواتنا الأمنية بأنظمة وطنية. قمنا بتسليم 6 طائرات بدون طيار من طراز بايركتار تي بي 2 إلى قيادة خفر السواحل لدينا، مجهزة بأنظمة المراقبة الكهروضوئية الوطنية كاتس. وهكذا دخلت تي بي 2 سيها في مخزون قيادة خفر السواحل للمرة الأولى. من ناحية أخرى، قالت شركة بايكار في بيان لها إنها ستواصل التطوير والإنتاج والعمل لحماية كل شبر من الوطن الأزرق. وهكذا بعد أن أصبحت تي بي 2 سيها في قيادة القوات البحرية التركية، فمن المتوقع أن تشكل قوة ردع للتجاوزات اليونانية في الحدود المائية التركية، كما ستصبح كل أنشطة اليونان وحلفائها العسكرية مرصودة لحظة بلحظة.